زي ما قلنا هذه الطريقة راح تنبت لك شعرك وتكثفه وتطول تطلع لك البيبي هير من ثاني أسبوع. كيف؟ ما في شيء مستحيل، أنا معايا ما في شيء مستحيل. أعيد الخلطة بسرعة. الله يسعدكم يا بنات. شوفوا جبنا زيت الخردل البنغلاديشي، وين موجود هذا؟ موجود بكل العطارين. قولي يعطيني زيت الخردل، شوفوا كيف شكله، وهذا غطاء كذا شكله، يجي منه صغير وكبير. تفضين نصه، تفضين قصدي ربعه، وتحطين ملعقة محلب مطحون، ملعقة بذرة الكتان مطحونة، ملعقة إكليل الجبل مو مطحون، ونص ملعقة قرنفل مو مطحون، تحطينه داخل. طيب انتي ما جبتي لنا شيء جديد؟ لا، في شيء جديد يكثف، يطول، ينعم شعرك، بيصير باروكة، وبتودعين كل التاجرات، بتقولي لها روحي انتي وخلطتك تجيبين هذا اللي قلنا عنه، زيت كبد الحوت. هذا وين نلقاه؟ بالصيدليات، كل الصيدليات. كم سعره؟ 55 ريال. وش يسوي؟ يكثف، ينبت، يطول، ينعم، كل عجائب الدنيا في هذا الزيت، اسمه سيفنسيس. راح انزل لكم كل المكونات مصوره في البرنامج الاصفر، ضيفوني هناك ما راح تندمون، كل شيء انزله هناك بحذافيره، هنا ممنوعه من حاجات كثير. خلصتي الحين الخلطه بعد ما حطيتيها هنا داخل، وش راح تسوين حبيبتي؟ راح تجيبين 15 الى 20 حبه من السيفنسيس هذا، كبد الحوت، وتدخل وتقطعينه من فوق بالمقص، وتدخلينه داخل، كل المادة الزيتية تدخل داخل الزيت. تبين تقللين تكثفين براحتك. خلصنا، أنا راح أحطها بعد البث، لأني هذا أنا سويته لنفسي جديد، ويا بختكم بشعوركم اللي راح تشوفوه كيف كثافتها وحجمها. ولا أحد راح يسوي خلطة زي ما أنت تسويها لنفسك، وزي ما أنت تهتمي في نفسك. طيب وش الشيء